نتكلم وتوجه رسائل للاعيبه النادي الاهلي ونحطكم طبعا في الاجواء. انا معايا طبعا دكتور عبد الحميد، طبعا ابدا معاه في البدايه. دكتور حمد الله على السلامه، وكالعاده ورا النادي الاهلي في كل مباراه، المباراه دي صعبه يعني، اللي نقدر نقول المباراه مع النادي الاهلي مركز فيها بشكل كبير. ادائنا في بطوله الدوري مخلينا عندنا الحافز والثقه ان احنا ان شاء الله نحصل على بطوله السوبر. بخبرتك بتشوف المباراه ازاي؟ شايف الاجواء ازاي؟ والحاله اللي انت شايفها زادو؟ هو احنا طول عمرنا اتعودنا ان ماتشات الاهلي والزمالك ما بيبقاش ليها مقياس وما بيبقاش ليها اي توقع، بس انا شايف الروح العاليه اللي بيأدي بيها اللعيبه في التدريب والنموذج المعسكر النموذجي اللي هم موجودين فيه دلوقتي بصراحه حاجه مشجعه وحاجه مطمئنه، وان شاء الله نعمل ماتش كويس جدا وباذن الله الاهلي يفوز ونتوج بالسوبر المصري باذن الله. رساله لكل اللعيبه قبل المباراه. احنا والله بس وصلناهم الرساله وقلنا لهم احنا عايزينكم تبقوا رجاله ومستمرين في الفوز باستمرار ومتفوقين دايما ونمره واحد في مصر. قول لي بتشوف المباراه ازاي وبتتمنى مين يكون متالق في المباراه؟ يعني مين من اللعيبه لو فايق بلغه الكره كده يكون ليه السبب ويكون عامل مؤثر في المباراه ان شاء الله الخميس؟ هو بالنسبه للاهلي لعيب كل واحد، بالجمهور باللعيبه بالجهاز بكل شيء، هو كل واحد، كلنا بنبقى فايقين، كلنا بنادي وبنبقى كويسين، لان هي دي روح النادي الاهلي طول عمره، اللي احنا كلنا جماهير بفرقه بجهاز باداره كلنا واحد، فما فيش لعيب بعينه، الاهلي ما بيقفش على لعيب بعينه، الاهلي بيبقى التيم كله بيبقى كامل وبيبقى جاهز. شكرا جزيلا. شكرا. توقعات ايه سريعا للمباراه؟ ان شاء الله الفوز للنادي الاهلي، احنا جايين كل الجمهور بيساند النادي الاهلي، وراه رجاله، كل اللعيبه رجاله على قلب راجل واحد، ان شاء الله السوبر بتاعنا. انا برضو كنت حابب اوري التيشيرت ده، انا عامله للنادي الاهلي مخصوص، حطينا الاربع نجوم هنا ال 40 دوري، وهنا كمان انا عامل 9 نجوم، ان شاء الله النجمه التاسعه باذن الله ان شاء الله بتاعتنا، بس نخلص ماتش السوبر وان شاء الله الماتش بتاعنا، علشان بس ال 74 واحد الشهداء بتوع النادي الاهلي بنطالب لعيبه الاهلي بالفوز بالسوبر. ده ثالث سوبر للاهلي مع الزمالك في الامارات، فزنا بالعين وما حصلش نصيب وخسرنا في ماتش الجزيره، فبنطالبهم ان شاء الله ان النهارده في ابو ظبي يفرحوا كل الجمهور يوم 20 ان شاء الله، ونتمنى الفوز ان شاء الله باذن الله. سريعا توقعاتك للمباراه. اولا فوز الاهلي ان شاء الله 3-1، ان شاء الله وليد سليمان يحط وكهرباء يحرز ان شاء الله. احنا كل اللي يهمنا في المباراه ان هي تكون مباراه فيها متعه للجمهور المصري هنا، الجمهور المصري عاشق للكره المصريه، قطبي الكره المصريه اهلي وزمالك. بالمناسبه عشان تعرف بس ان الراجل ده اهلاوي، ده خاله احمد سليمان بتاع الزمالك بس اهلاوي اصيل. بنبارك ان شاء الله للنادي الاهلي مقدما، والروح ان شاء الله هي اللي هتاخد كاس السوبر. شكرا جزيلا. شكرا. بشكرك طبعا وبشكر كل الجمهور للنادي الاهلي، وبرجع لك للاستوديو اكيد زميلي محمد. شكرا كريم، مستمرين معاك.